بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم على قناه صحبه الكروشيه. معاكم سلوى الفحام، بيسعدني وبيشرفني دايما متابعتكم ليا على القناه، وبتمنى من ربنا التوفيق في كل شيء بقدمه لكم باذن الله. النهارده ان شاء الله هنستخدم الخيوط بس بشكل مختلف، هننفذ مع بعض شكل بسيط او ديكور للبيت. الحقيقه كتير من حضراتكم طلبتوا مني ننفذ مع بعض شكل ريشه، وان شاء الله النهارده هنشوف ازاي نقدر ننفذها وازاي نستخدمها كديكور للبيت بشكل بسيط جدا وسهل جدا ان شاء الله. الخيط اللي انا هشتغل بيه النهارده هو خيط مقامية قط، بس الخيط مش مجدول، يعني ده شكله. والحقيقه الخيط وكمان الخامات اللي هنشتغل بيها النهارده من جروب شالة خيط وابره مع اسراء فتحي، هنزلك ان شاء الله رابط الجروب في الديسكريبشن بوكس عشان لو حابه تشوفي الخامات وتشتغلي معانا ان شاء الله. هقيس 22 سنتي، هقص 15 جزء، 15 جزء طوله 22 سنتي. كده انا قصيت 15 قطعة طولها 22 سنتي، وقصيت قطعة كمان طولها حوالي 90 سنتي. دلوقتي انا لو الخيط عندك رفيع هتشتغلي عادي، ولكن الخيط ده انا حاسة ان هو سميك، لما اشتغلت بيه نموذج للريشة الحقيقة يعني ما ظبطش معايا قوي. كل اللي انا هعمله ان انا هفصل بس جزء، يعني هخليه جزئين، يعني احاول اشوف المنتصف كده بالتقريب كده واحاول افصلهم بكل سهولة. بالشكل ده تاني هنا، هتحاولي تشوفي المنتصف كده بالتقريب، ونفصلهم جزئين. بالشكل ده، ده اللي هعمله في باقي الأجزاء دي. هنبدأ بقى نجمع الريشة. هناخد كده فتلتين، بس الاول انا هثبت الجزء ده اللي انا هشتغل عليه عشان بس ايه قطعة سيلوتيب كده. هنا هناخد 2، هنقسم دي نصين بالظبط بالشكل ده واخليها كده، وهجيب الجزء التاني نصين بالظبط. شايفه الطرف ده هو اللي هبقى ماسكاه في ايدي، وهدخله هنا كده. في نفس الوقت هدخل الطرف الثاني هنا واشد كده بالشكل ده. تاني هناخد جزئين هنا، هقسمها بالنص بالظبط، وبعدين اخليها تحت ايه تحت الجزء ده، وهنا نصين بالظبط برضو، بس الطرف ده اللي هبقى ماسكاه هندخله هنا كده. في نفس الوقت هندخل نهاية الجزء الأول هنا كده، وإيه أظبطه كده تاني. حاول طبعا اشد كويس عشان ايه تبقى متثبته كويس بالشكل ده. هنا الطرف ده اللي هيكون ايه اللي انا ماسكاه في ايدي اهو، هو ده كده يبقى الاسفل الخط ده، وبعدين الطرف التاني النهاية بتاعته ادخلها هنا
وهكمل بنفس الطريقة. بالشكل ده كده. الخطوة اللي بعد كده بقى هبتدي اظبط الخيوط بتاعتي. هنشوف عشان بس بتبقى احاول دايما اخليها على عدلة ايدي كده. انا هستخدم هنا مشط عادي خالص زي ما احنا شايفين كده، وهبدأ تلاتة تلاتة او يعني جزء جزء كده، ابتدي ايه اظبط الخيوط بالشكل ده. بس اتكعي بايدي كده عشان يبقى مفروض ما يلولوش تاني بالشكل ده. هسيب الجزء ده، هاخد تلاتة كمان او يعني اربعة مفيش مشكلة، واحاول افكك الخيوط من بعضها بالشكل ده واضمهم على المجموعة الاولى. أو بإيدي كده أظبطهم، وطبعا يستحسن لو انت يعني جنبك مكوة أول بأول كده تقومي دايسة عليهم بالمكوة هيتفردوا على طول كده. مجرد ما تظبطي حبة حبة تضميهم على الجزء الأول اللي قبليه وتفرديهم كده بالمكوة خلاص. طيب نظبط حبة كمان هنا. بعد ما بفردهم كده بضمهم على المجموعة الأولى اهو زي ما قلت لك، لو في مكوة هتبقى الموضوع سهل جدا، دايما هيبقوا مفرودين مش هيتلولوا تاني معاكي. انا بحاول افردهم كده بإيديا مجموعة كمان. احنا كده فصلنا او فصلنا الخيوط الجنب الاول وبقت بالشكل ده زي ما قلت لك بمكوه كده تفرديها خلاص مش هتتكعبل تاني. الوضع ده طبعا، وهنا كمان الجزء ده برضو هنبتدي نضم بقى ايه الخيوط دي كده.
كده الجزء الاول او الجانب الاول خلص. بنفس الطريقه هنشتغل كمان الجزء الثاني، يعني هنفتح الخيوط من بعضها بنفس الطريقه دي وهنضمها كده على الجزء ده. كده طيب الخطوه اللي بعد كده بقى انا بالمكوه كده هكويها على الوضع دوت عشان بس اقدر اتحكم فيها كويس. وده شكل الريشه بعد ما كويناها، وممكن ببساطه هنا تبتدي تسرحيها بكل بساطه تحددي شكلها كده. بالشكل ده طبعا انا كويتها برضو على الجهه التانيه وسرحتها بالشكل ده. هنا بقى هحتاج كده جزء من الفوزلين، ده الحقيقه بنستخدمه لما بنيجي نخيط، بنحطه بنكويه على قطعه القماش اللي هي عباره عن الياقه او الاساور عشان يخليها متماسكه. فانا هستخدم جزء كده بيبقى الجهه التانيه بتلمع شويه، الجهه اللي بتلمع دي هي اللي اخليها مواجهه للريشه بتاعتي عشان لما اكوي عليها تلزق في الخيط يعني. فانا هحطها بالوضع ده، الجزء اللي بيلمع من الفوزلين بيبقى مواجه للريشة. هحط الجزء ده كده بالمكوة، اضغط هنا واضغط هنا واضغط هنا بحيث تلزق كويس جدا. تمام كده، وده شكل الريشة من الخلف. هنا فوزلين وهنا سويناها بالشكل ده. عايزة بقى اثبت الخيوط اللي هي في قدام دي برضو شكل بسيط قوي، فهعمل ايه؟ خلي بالك معايا، هجيب بس كده حاجة عشان هنا دي معلقة غير أبيض ومعلقة مية، يعني واحد لواحد مش أكتر من كده. بكل بساطة كده نحاول نمشي على ريشة كده، احنا عايزينه يستبدل بشكل بسيط جدا يعني، مش متقلقيش خلاص. الغير ده أول ما بينشف بيبقى لونه شفاف، مش هيبقى لونه أبيض كده ولا حاجة. لو حابة بالنش تسويها تاني برضو بالشكل ده وهسيبيها تنشف، او لو عايزه تنشفيها بسرعه ممكن بهوا سخن كده هتلاقيها نشفت على طول. تمام كده، وده شكل ريشه بعد ما ثبتناها بالغير. عايزين بقى نظبط الجوانب، فانا هستخدم يعني ده جزء بيتباع كده بيبقوا كذا مقاس مع بعض ظريف جدا، او لو مش متاح عندك ممكن كده ورقه وتقصيها على شكل ورقه شجر هتبقى ظريفه جدا. فانا هظبطها ازاي؟ هاجي هنا كده واحاول أوصل من المنتصف بالشكل ده كده، وهعلم
طبعا ممكن تثبتي الجزء دوت في الريشة عن طريق أستك أو حاجة وتبتدي تقصي على طول، بس أنا بالنسبة لي الطريقة دي أسهل. بالشكل ده أنا هنا هستخدم مقص كبير شوية. بالشكل ده ممكن نظبط هنا شوية. وهنا كمان ممكن نزين ريشة نيجي هنا في المنتصف. بالشكل ده. اما لو حابه تعلقيها يعني في فرع مثلا شجره، شوفي هنعلقها ازاي. خلي بالك معايا عشان نحافظ على شكل الريشه. هنا هتجيبي الجزء ده كده كده، يبقى علقنا ريشه بكل سهوله. تاني اتمنى ان شاء الله فيديو النهارده يكون عجبكم. شكرا، ونتقابل باذن الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.